العالمين كانت كلمة اقرأ. يعني لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى اعبد باسم ربك الذي خلق، أو وحد باسم ربك الذي خلق، أو سبح باسم ربك الذي خلق؟ قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح. قالوا على ماذا يعولون؟ على التأله، تسبيح وتقديس. الله قال لا، هذا شيء شريف جدا جدا تسبيح وتقديس، بس في شيء آخر به يكون إيه؟ تبرير الاستحقاق الأول أيها الإخوة، التبرير الأول للاستحقاق إيه؟ الخلافي أو الاستخلافي. ما هو؟ وعلم آدم. لأن أمة اقرأ، الأمة اللي أول كلمة نزلت عليها كانت اقرأ، 40% منها أمية. طبعا احتفلوا منذ عشرات السنوات بآخر أمي ياباني، يعني الأمية 0%. لا يوجد ياباني في اليابان لا يقرأ ولا يكتب، هذا يعتبر كارثة بالنسبة لهم. ثاني، البشر كلهم من حقهم ماذا أيها الإخوة؟ أن يتعاطوا مع ماذا؟ مع القلم والورقة والحرف. لماذا يجب أن تتزوجي رجلا يقرأ؟ تزوجي رجلا يقرأ لأنه سيراك كتابا مقدسا يتلوه طرفي النهار وزلفا من الليل، أو كتاباً نادراً يملك وحده مخطوطته الضائعة، يقلب صفحاته بحذر خشية أن تتمزق. تزوجي رجلاً يقرأ لأنه سيحاول جاهداً أن يثبت لك في أول لقاء لكما أن شوبنهاور أحسن من هيجل، بدل أن يسعى إلى استمالتك ببضع كلمات حب. ليس لأنه لا يجيدها، إنما لأنك أنت قصيدته التي لا يريدها أن تنتهي. تزوجي رجلا يقرأ لأنه سيسافر بك إلى مدن لم يزرها وأزمنة لم يشهدها، فتعيشان حبكما في زمن الكوليرا، سيأخذك لزيارة الحي اللاتيني ليعرفك على البؤساء، سيطير بك في سماء كوبنهاغن ويخبرك عن خفة الكائن التي لا تحتمل، ستمران على تاجر بندقية في بحثكما عن لقيطة إسطنبول، وفي زقاق المدق ستلتقين أولاد حارتنا، ستشهدين معه أزمنة الحرب والسلام، وتسافرين في قطار الشرق السريع إلى سمرقند، وفي طريقكما ستنبهرين إذ يريك ألف شمس مشرقة، وعلى باب الشمس سيهديك ثوق الياسمين ويعبر بك إلى الألد، وسيلقنك هناك قواعد العشق الأربعين كورد السنبل، سيقيم على شرفك وليمة من أعشاب البحر يدعو إليها زوربا ودون كيشوت وأنا كارينا وهاملت، سيكتفي بك وحدك لمئة عام من العزلة ولا يستبدلك بفتاة من ورق. ستهب عليكما رياح الجنوب فتضيعان في فوضى الحواس، لكن لأنه يقرأ سيجد نجمة يهتدي بها. إن تزوجت رجلا يقرأ فاستعدي لأن تكوني أما لعمر الخيام ونظام الملك وآق شمس الدين ومالك بن نبي. تزوجي رجلا يقرأ فإنه يمتلك في رصيده من كلام الغزل ما يكفيك عمرا، قد يغازلك بشعر صوفي لابن الفارس أو بأبيات ماجنة لابن الرومي. إن تزوجت رجلا يقرأ فلا تقاطعيه أثناء قراءته لكتاب،
ولا تنزعجي من ردة فعله إن قاطعته، فبعد أن ينتهي من القراءة سيمسك يدك ويرحل بك إلى أماكن لم تخلق بعد وأزمنة لم توجد، وهناك سيتوجك ملكا. تزوجي رجلا يقرأ لأنك ستكونين محرابه وسجادة صلاته، سيعلمك رقصة سماع، وفي أحيان أخرى ستكونين زجاجة خمر وثمانة كأس، وسيرقص معك رقصة زوربة. تزوجي رجلا يقرأ ولا تستغربي إن كان يحمل كتابا ثم رفعه قليلا ليغطي به وجهه، واعلمي حينها أن دمعة ترقرقت في عينه لأن مقطعا ما قد فرق قلبه. إن تزوجت رجلا يقرأ لا تستغربي إن كانت مكتبة بيتكما مليئة والثلاجة فارغة، فهو يؤمن أننا خلقنا لنقرأ لا لنأكل. إن تزوجت رجلا يقرأ فبإمكانك دائما أن تصالحيه بكتاب أو حتى فطر من كتاب، فقط اختاري الأحسن. تزوجيه يقرأ وسيطلع أبناؤك في سن مبكرة على النص الكامل لألف في بلاد العجائب ورحلة جوليفر. إن أردت أن تعيشي أكثر من حياة وفي أكثر من مكان فتزوجي رجلا يقرأ، والأفضل من ذلك تزوجي رجلا يقرأ.